بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 55 من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. الراجح عند الشافعية ومن وافقهم أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج والعمرة، وعند الأحناف واجب وليس ركن. وفي قول شاذ عند الشافعية أنه استباحة محظور، والحلق أفضل للرجل والتقصير أفضل للمرأة. والحلق في العمرة يكون يستحب أن يكون عند المروة بعد الانتهاء من السعي، والحلق في الحج يستحب أن يكون في منى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وبعد الذبح، يعني نحر الهدي، وقبل طواف الإفاضة. إن احنا عارفين إن يوم النحر في أربع أعمال. النبي رتبهم إزاي؟ بدأ برمي جمرة العقبة الكبرى في الضحى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف طواف الإفاضة، بهذا الترتيب. ولما سئل النبي عن اختلاف الترتيب في هذا اليوم قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يبقى الترتيب ليس واجبا ولكنه مستحب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع بعد 203,000، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال، لما يقول عن نافع عن عبد أن عبد الله، يبقى عبد الله مين؟ ابن عمر، لأنه نافع اللي بيروي، نافع لم يروي عن عبد الله بن مسعود، فهمت بقى؟ عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. قيل أن هذه الحادثة كانت في الحديبية، الرواية دي كانت في الحديبية، أن النبي قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، لما رأى تلكؤ بعض الصحابة في الحلق وذبح الهادي. في صلح الحديبية حصل تلكؤ لأنهم كانوا حزنوا حزنا شديدا
كيف أنهم هم على مشارف مكة لم يستطيعوا أن يدخلوا ليكون النسك. فلما تم الصلح النبي حلق رأسه وذبح هديه، فبعض الصحابة تأخروا تلكأوا، والبعض الآخر لما رأى النبي حلق حلقوا مسرعين. فلذلك النبي كررها وقال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، لعدم تلكؤهم في الانصياع لأمره صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. ثم قال والمقصرين، لأن كان في، ثم كرر أيضا هذا الدعاء في حجة الوداع برواية أخرى، قال رحم الله المحلقين. يبقى إيه؟ يبقى المحلقين ثوابهم أعلى، تكرار الدعاء لهم ثوابهم أعلى، لأن في الحديبية انصاعوا للأمر مسرعين فكان ثوابهم أعلى، وفي الحج الحلق أعم في العبادة من الرأس لأنه يناسب طبيعة الحج وهو البعد عن الزينة. الحج والعمرة نسك يعني يقوم أساسا على عدم الإيه؟ عدم التزين وعدم التطيب وعدم الالتفات لزينة الدنيا، والشعر من زينة، فحلقه يعني مناقض للزينة، يعني يوافق مقصود الحج، وبالتالي يكون الحلق أفضل سواء في الحج أو في العمر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. يبقى الرواية دي فيها مرتين، ده مرتين للاختصار. يبقى الروايات اللي بينت الثلاثة بينتها على الواقع كما حدث، واللي قالوها مرتين للاختصار، يعني كأن النبي كرر الدعاء للمحلقين ولم يكرر الدعاء للمقصرين واكتفى بمر. فما يجيش واحد بقى يقول لك في اضطراب في الرواية، مرة يقول لك ثلاثة ومرة يقول لك مرتين ومرة مش عارف ايه، يبقى اضطراب، حديث مضطرب. ايش طب؟ في ناس بتفهم غلط، في بتقرأ كتب السنة بطريقة خطأ، لأن في العرب من عادتهم انهم احيانا يميلوا للاختصار وبعضهم يميل للضبط، يعني واحد يقصد الاختصار فتيجي الرواية مختصرة، واحد تاني يقصد الضبط العبارة، وبالتالي قراءة كل الروايات تعطيك صورة للواقع. فهمتني ازاي؟ وعن أبي قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير. أصل أبو إسحاق إبراهيم بن مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان ده راوي صحيح مسلم عن الإمام مسلم، خد بالك ده موضع ما بيتكررش كتير. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج، يعني هنا مش اللي حدث الإمام مسلم، ده الراوي عن مسلم. طب ليه هنا جابه؟ لأن الموضع ده سقط سماعه المباشر من مسلم، فقال عن، ما قالش حدثني في الموضع ده، فعايز يثبتهولك. فهمت بقى؟ يريد انه يثبتهولك بس من باب الدقة يعني. لكن إبراهيم بن محمد بن سفيان ده راوي صحيح مسلم عن الإمام مسلم بن الحجاج، أخذه منه سماعا إلا في ثلاث مواضع سقط منه السماع فعبر عنه بعن، ده موضع منه. فهم؟ نبه على ذلك الإمام النووي في إيه؟ في مقدمة شرحه لمسلم. ممكن تقرأ مقدمة شرح زي مسلم الإمام النووي هيدلك على الكلام ده، ويقول لك المواضع فين بالظبط، حطها لك كده جنب بعضها. فهم؟ وأنه بيقال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين إنهم القوم الأشقى جالسون. أو كله هيشيل بعضه، الأمة كده تلاقي المجتهد يشيل معاه إيه؟ الضعيف، وكلهم يدخلوا الجنة إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وعن أبي قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرع عن أبي هريرة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. يبقى ثبت أن برضه في حجة الوداع في روايات أنه كرر الدعاء للمحلقين مش في صلح الحديبية بس، كما ذهب ابن عبد البر وغيره، فهمت؟ خد بالك. وقال أن تكرار اللي ذهبوا لهذا قالوا أن تكرار الدعاء كان لمصارعتهم حيث تلكأ غيره، فهمت ازاي؟ في الحديبية. لكن الراجح ان هو دعا في الحديبية وكرر، ودعا ايضا ايه في حجة الوداع وكرر ذلك. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. نكرر تاني، أعمال يوم النحر أربعة، أعمال يوم النحر أربعة. عند الضحى يرمي جمرة الايه العقل، ثم ينحر هديه في منى، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة. وإن لم يكن قدم سعي الحج مع طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا إن كان قارنا أو مفردا، أما إن كان متمتعا فعليه الطواف والسعي. أربعة أعمال يوم النحر يستحب أن يرتبوا كما ذكرنا لأن النبي فعل ذلك، ولكن الترتيب ليس واجبا. افعل ولا حرج. افرض رحت تحلق بعد ما نحرت فلقيت الحلاق عليه طوابير وزحام، بتحصل، فتقول لما اروح انا اطوف طواف الإفاضة وارجع بأحلق علشان يكون الراجل خلص، فهمت؟ ممكن، ما يجراش حاجة، بتحصل الحكاية دي. أنا في كام حجة ما حجتش أنا عملت كده، أروح ألاقي طوابير واقفين في منى علشان أحلق بقى هقعد لي أربع ساعات، أو ما أعمل إيه؟ أستغل وقتي، أستفيد بوقتي، أروح نازل على مكة أطوف طواف الإفاضة وأرجع ألاقي الحلاق إيه فضي شوية أحلق وألبس هدوم وخلاص وانتهينا، فهمت؟ يعني مش يعني الترتيب يستحب. وايه وعشان كده النبي قال ايه افعل ولا حرج. واحد يقول له حلقت قبل ايه ان ارمي،
او نحرت قبل ايه ان اطوف، او طفت قبل ايه ان انحر. كل ده قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتى منا فاتى الجمره فرماها. شوف ابتدى بايه؟ بالرمي اهو. ثم اتى منزله بمنا ونحر. يبقى اول ما توصل منا ما توصلش المنزل اللي هتنزل في منا وتعيش فيه وتقعد فيه يومين، لا، تتوجه من مزدلفة على منى مباشرة على المرمى، ترمي وبعدين تروح منزلك اللي هتقعد فيه في منى، تنحر هناك. كويس. ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. يبقى يسن في الحلاقة أن يبدأ بالجانب الأيمن. والإمام الشافعي له من لطافته قال تعلمت من الحلاق في الحج عدة سنن. الإمام الشافعي تعلمت من الحلاق في الحج عدة سنن. أعطيته رأسي فقال توجه للقبلة، فتوجهت للقبلة. ثم أعطيته الجانب الأيسر قال لا الأيمن، وبدأ. فتعلم من الحلاق أن عند الحلاقة تتوجه للقبلة وأنه يبدأ بالجانب الأيمن. فهمت؟ شوف الإمام الشافعي بجلالة قدره يقول تعلمت من الحلاق. ليه؟ لأن كانت السنة شائعة في الناس. يبقى ايه؟ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس. في روايه عن الامام ابو حنيفه انه يقول لك احلق الايسر الاول لان الحلق ازاله، والازاله تبدا فيها بالايسر، قياسا ايه على اللي بيخلع هدومه. بيخلع هدومه بيبدا بايه؟ بالجانب الايسر. فالحلق ازاله، وطالما ازاله يبقى الايسر الاول. ده عندي في روايه عند الامام ابو حنيفه كده، فهمت؟ لكن الروايه دي ترد ايه؟ ترجح مذهب الشافعيه يعني في المساله. ولكن ايه؟ مذهب الامام ابو حنيفه له وجهه نظر تفكير من جهه اخرى. وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. طب النبي بيوزع شعره ليه للناس؟ دليل التبرك بأسرار الأنبياء. يعني جعل يوزعه للناس. سيدنا خالد إيه؟ كان واقف جنب الحلاق، أول ما النبي أزال ناصية النبي خدها. سيدنا خالد خد ناصية النبي، شعر اللي على ناصية النبي، ثم بعد ذلك وضعها في غطاء رأسه، وكان يضعها ملاصقة للرأس ويلبس عليها العمامة، وظلت هكذا معه في كل غزواته وكل فتوحاته، وكان يعزي نصره بوجود ناصية النبي على رأسه، سيدنا خالد بن الوليد. وفي اليرموك وقعت منه في أثناء الحرب قلنسوته وخوذته، وكانت فيها ناصية النبي. فيقال أنه في أثناء المبارزة نزل من على الفرس يأخذها وكاد يقتل، فلاموه الصحابة في آخر اليوم كيف فعلت ذلك بنفسك؟ قال والله إن بها ناصية النبي، وأموت ولا تضيع مني. وأوصى أنها تدفن معه، ودفنت معه سيدنا خالد، يعني موجودة هناك في حمص ناصية النبي. ربنا إيه يعني يهدئ سرهم وبالهم، لأن سيدنا خالد مدفون في حمص في سوريا، أمنهم الله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس وتبقى عنده. وعشان كده شعرات النبي تلاقيها كده موجودة في كل حتة، تروح لبنان تلاقي ناس عندهم شعرة من شعرات النبي متوارثينها، تروح الهند تلاقي شعرة من شعرات النبي.
تروح مش عارف باكستان تلاقي في شعره من شعرات النبي، تروح هنا عند سيدنا الحسين في الحجره الشريفه اللي جنب المقام الشريف تلاقي برضو شعره من شعرات النبي، تروح اسطنبول تلاقي شعره من شعرات النبي. قابلت واحد من اهل المدينه قال عندي شعره من شعرات النبي ارثوها ابا عن جد ويحافظوا عليها هناك. فموجوده شعرات النبي توزعت على الناس لتبقى ايه بركه عند الناس. وبرضه العجيب ان الشعره ما تقعدش 1000 سنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له شوف يعني طب هات شعره واحد انسان معتاد كده وخد شعره وخليها عندك، بعد مثلا 30 40 سنه تلاقيها تفتتت. لكن شعرات النبي تلاقيها زي ما هي، لان الارض لا تاكل اجساد الانبياء والشعر جه منهم. فدي ايات بينات للي يفهم، لكن قليل من يدرك هذا ويتعظ. الكتان، ثوب النبي كان كتان، الكتان ده لو قعدته 50 60 سنه تعمله كده يبقى دقيق، خلاص يبقى زي الدقيق. وتلاقي عباءة النبي الكتان محفوظة في اسطنبول جزء منها وفي مصر هنا جزء منها وبتاع، وزي ما هي مست جسد النبي تشربت عرق النبي بقت حاجة تانية. كل دي آيات بينات واضحة. فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم، وأم سليم أم أنس بن مالك، فقال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس. الحجام اللي هو هيبقى الحلاق بعد كده، الحجام كان زمان الحلاق هو الحجام. والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس ابن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وأثناء الحلق إيه الذكر اللي تقوله أثناء الحلق؟ التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبقى الحالق يتوجه إيه للقبلة، يبدأ بالشق الأيسر ويكبر أثناء الحلق. دي ثلاث سنن بالنسبة إيه للحلق. باب من حلق قبل النحر او نحر قبل الرمي، يعني عدم لم يراعي الترتيب يعني لا حرج. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، يعني في يوم النحر في الأربعة أعمال بتاع يوم النحر يعني، إلا قال افعل ولا حرج. فعند الإمام أبو حنيفة على فكرة أنه لو غير الترتيب عن المسنون عليه دم، وأن قول النبي لا حرج يعني لا إثم عليك،
ولكن الدم لجبر الترتيب. شوف اللي احنا فهموها ازاي. والشافعية قالوا لا حرج، يعني لا شيء عليك اصلا، لا دم ولا غير، فهم؟ فالامر واسع، يعني الامر واسع. وعن ابي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحة التيمي انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. وعن أبي قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخر. وعن أبي قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هو يخطب يوم النحر، يبقى إيه خطب الحج أربعة، معلومة تعرفها حلوة لطيفة، خطب الحج إيه أربعة، خطبة يوم سبعة في مكة، خطبة يوم سبعة في مكة وكلها بتبقى عند الظهر يعني بعد الزوال. إمام الحج المفروض يخطب، يسن له أن يخطب يوم السابع حتى يعلم الناس إيه المناسك اللي هيعملوه في الخطبة دي، مش يقعد بقى يكلم الناس في السياسة ويقول لهم الشرك ومش الشرك وبتاع زي ما بيقعدوا يعملوا كده، لا. خطب الحج المقصود بها إنه الإمام الحج يعلم الناس ما هم مقبلون عليه من عبادة حتى لا يخطئ أحد في عبادته، هذه المقصود منها، وليس المقصود يقعد ساعة ونص يتكلم في السياسة وتجنب مش عارف ايه والبدع والضلالات ويتكلم الكلام بتاعهم ده، فهمت؟ يبقى يوم سبعة علشان الناس هتحرم يوم تمانية يوم التروية، وبعد اليوم يجي عرفات، فيبقى خطبة سبعة دي عشان يعلمهم ما هم مقبلون عليه، كويس؟ دي أول خطبة. الخطبة الثانية فين؟ في عرفات عند نمرة، وتكون قبل الظهر بعد الزوال، قبل صلاة الظهر والعصر. والخطبة الثالثة يوم النحر. يعني في كل مرحلة الإمام يخطب في الناس هيعملوا إيه في المرحلة اللي بعدها، كل مرحلة يخطب في الناس يقول لهم هيعملوا إيه بعد كده، فهمت بقى المسألة؟ والخطبة الرابعة في منى تاني يوم من ايام التشريق عشان يعرف الناس ان ممكن يتأخروا وممكن ينفروا من منى وقد انتهى حجه. كل خطب الحج اللي قلناها الاربعة خطبة واحدة الا في منى، الا في عرفات، الا خطبة عرفات خطبتين. سهلة؟ يبقى احنا عندنا اربع خطب في الحج. الوقت ما بقوش يعملوا الا خطبة عرفات بس، واتنست ايه الخطب التانية، لكن الاولى ان احنا ايه نعمل هذه السنة تبقى خطبة عامة شاملة جامعة عشان يعلم الناس في كل مرحلة ما هم مقبلون عليه من مناسك حتى لا يتعرض الناس للايه للفتاوى الخطأ، لان الناس دلوقتي بقى كل واحد يسأل اللي جنبه واحد اللي قدامه وبقت ايه فيها لخبطة. لما ما يجمع الامام المسلمين اللي هو امام الحج امام الموقف ويعلم الناس في كل خطبة ما هم مقبلون عليه، وبعد يومين خطبة تانية عشان يعلمهم هيعملوا ايه تاني، وبعد كمان يومين يعمل خطبة تالتة عشان يعلمهم هيعملوا ايه تاني، وهكذا بالترديد، يوم ايه يتم النسك على وفق السنة دون تعرض لأعمال ايه قد تفسد بعض ايه حج بعض الناس.
شوف بين هو يخطب يوم النحر، يبقى دي خطبه ايه؟ يوم النحر، تالت خطبه اهو. فقام اليه رجل فقال: ما كنت احسب يا رسول الله ان كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء اخر فقال: يا رسول الله، كنت احسب ان كذا قبل كذا وكذا. ولهؤلاء الثلاث قال: افعل ولا حرج. هؤلاء الثلاث اللي هو ايه؟ اللي هو الرمي والحلق والنحر. قال: هؤلاء الثلاث، الرمي والحلق والنحر. وعن ابي قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن بكر حا قال: وحدثني سعيد بن يحيى الاموي قال: حدثني ابي جميعا عن ابن جريج بهذا الاسناد. اما روايه ابن بكر فكروايه عيسى الا قوله لهؤلاء الثلاث، فانه لم يذكر ذلك. واما يحيى الاموي ففي روايته: حلقت قبل ان انحر، نحرت قبل ان ارمي، واشباه ذلك. وعن ابي قال: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال: ابو بكر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو قال: اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال: حلقت قبل ان اذبح. قال: فاذبح ولا حرج. قال: ذبحت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. وعن ابي قال: وحدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقه بمنن، فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينه. وعن ابي قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال: اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمره، فقال: يا رسول الله، اني حلقت قبل ان ارمي. فقال: ارمي ولا حرج. واتاه اخر فقال: اني ذبحت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. واتاه اخر فقال: اني افضت الى البيت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. طواف الافاضه يدخل وقته امتى؟ بعد الوقوف بعرفه. يعني لو وقع اي طواف بعد الوقوف بعرفه صح افاضه، حتى ولو قبل المبيت بمزدلف. شوف قد ايه. لكن السنه ان يمشي زي ما النبي عمل بالترتيب. يبقى طواف الافاضه لابد ان يكون بعد الوقوف بعرفه، لابد. انما ممكن يطول طواف الافاضه قبل ما يرمي، قبل ما يرمي بوم، قبل ما يذبح، قبل ما يذبح، قبل ما يحلق، قبل ما يحلق، ينفع صح حجه. فاهم؟ عشان كده خد بالك الشافعيه يقول لك اركان الحج ايه؟ الاحرام مع النية يعني، وبعدين يقول لك الوقوف بعرفة والطواف ثلاثة والسعي أربعة والحلق أو التقصير خمسة، والسادس إيه؟ الترتيب في المعظم. فهمت إزاي؟ الترتيب ليه؟ علشان يقول لك لابد أن يكون الوقوف بعرفة يسبقه إحرام. فهمت؟ فلازم يرتب. وأن الطواف لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، وأن السعي لابد أن يكون بعد طواف. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده في الاخر سادس ركن ايه في اركان الحج عند الشافعيه؟ الترتيب في المعظم. فهمت بقى ازاي؟ ليه الترتيب في المعظم؟ عشان لا محتاجه ترتيب. يبقى عندنا اركان الحج عند الشافعيه ايه؟ ست. سهلين؟ احرام مع النيه، وقوف بعرفه، الطواف اللي هو طواف الافاضه، والسعي اللي هو سعي الحج، والحلقه او التقصير خمسه، وايه السادس؟ الترتيب في المعظم. فهمت بقى؟ عشان الترتيب، عشان تراعي الترتيب. مش يجي يقول لك افعل بقى ولا حرج، ابقى احرم بعد الوقوف بعرفه. ما ينفعش. ما هو يقول لك اصل الرسول قال افعل ولا حرج، يا عم افعل ولا حرج ده يوم النحر يا عم. يا عم يوم النحر ربنا يهديك. يوم النحر اعمال يوم النحر بس، افعل ولا حرج، لكن الترتيب في المعظم مراعى. فهمت؟
بس انا سمعت ناس في الحج يقولوا الكلام العجيب ده، لا كيف حال ولا حرام يهمكش. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. أفضت يعني طفوا، طالما وقع بعد الوقوف بعرفة قال له خلاص صح ارمي بقى ولا حرج. قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. طواف الإفاضة يستحب يبقى يوم النحر. طب افرض يوم النحر لا زحمة خلاص ما يطوفش، بس هيبقى ايه؟ حل تحلل أصغر فقط، يعني يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، كويس؟ لحد ما يبقى طوف طواف الإفاضة. ممكن يأجل طواف الإفاضة لحد ما يخلص منها ويروح مكة رابع يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ما يجراش حاجة، ويخلي طواف الإفاضة يجمع مع نية طواف الإيه الوداع ينفع جراش حاجة، يبقى طواف واحد بنيتين يمشي كل ده جائز، فاهم؟ يبقى يدخل وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ولا نهاية لوقته بعد ذلك، إلا أنه يظل متحلل تحلل أصغر حتى يطوف ولو بعد سنوات. شوف قد إيه. أنا أم واحد صديقي حجت، وبعدين وهي بتطوف طواف الإفاضة بقت تمشي جوه حجر إسماعيل لأنها لقيته فاضي، فبقت بتختصر بقى علشان تخلص بسرعة، ما تعرفش إن كده خطأ. فبعد عدة سنوات أو سنة ولا حاجة سمعت إن اللي يطوف داخل حجر إسماعيل كده طوافه خطأ، فقالت ايه ده؟ ده انا عملت كده في الحجه بتاعتك، الحجه دي بتاعتك كانت من عده سنوات. فجاء ابنها يسالني اعمل ايه في امي دي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ قلت له ابوك عايش؟ قال لي لا ميت. قلت له الحمد لله، لان هي حل التحلل اصغر فيحل لها كل شيء الا الرجاله. هي ماشيه مظبوط، واخد بالك؟ يبقى ما فيهاش مشكله. تقطع لها تذكره وتاخدها عمره وتروح هناك تطوف طواف الافاضه وتعيد سعي الحج وصح حجك ولا شيء عليه ولو عده سنوات. شوف الحل. عند ابو حنيفه كده برضه بس يبقى عليها دم لطول المده، والشافعي يقول لك ما فيهاش عليها دم ولا حاجه ولا حاجه. فهمت بقى المساله؟ باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر هناك في الكعبة، وأذن عليه الظهر هناك فصلى بالناس في الكعبة صلاة الظهر. راح منى لقاهم لسه ما صلوش الظهر، كانوا مشغولين بقى في الحلق وفي الرمي وفي الذبح، فتأخروا عن صلاة الظهر قليلا. فالنبي راح صلى بهم في الخيف، في مسجد الخيف دلوقتي بقى مسجد، صلى بهم إماما الظهر. فاستدل الإمام الشافعي على جواز ايه صلاة النافل بالمفترض، لأن النبي لما صلى بهم الظهر في منى كانت ايه بالنسبة له نافلة، لأنه خلاص أدى الفريضة هناك في مكة. فمن هنا استدل الإمام الشافعي بجواز اختلاف نية الإمام والمأموم. شفت بقى لطائف مذهب الشافعية، بس احنا شافعية لازم نقول لك اللطائف بتاعتنا، فهمت؟
فسيدنا رسول الله صلى الظهر يوم النحر هناك في الكعبة، وصلى بالناس الظهر أيضا في منى لما عاد من الكعبة، وجدهم لم يصلوا الظهر بعد فأمهم في الظهر. طب والنبي نهى ان احنا الانسان يصلي الفرض مرتين، يبقى النبي صلى بهم متنفلا متطوعا، فدل على جواز ائتمام المفترض بالنافل، ودل على جواز اختلاف النية بين الامام والمأموم. فهمت؟ وده مذهب الشافعي، يعني ممكن واحد بيصلي عصر وانت ما تصليش الظهر، تروح ناوي ظهر وراه وهو بيصلي العصر. يجوز عند الشافعي، ما فيش مشكلة. يبقى أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدث أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين صلى الظهر يوم التروية؟ يوم التروية يوم 8 ذو الحجة قبل عرفة. قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. الأبطح اللي هي مشارف منى بقى، يعني مشارف منى في آخرها كده وهو داخل على مكة. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك، لكن انت ايه ما تلتزمش بالاماكن دي، زي ما امير الحج بيصلي خلاص الامر واسع يعني. ونقف على باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به غدا ان شاء الله. المحصب اللي هو ايه؟ المخيف، اللي هو عند مسجد الخيف الوقت، اللي هي عند مشارف منى قبل الجمرات على طول. غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا يستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.